رسميا هذا أقوى تحدي عملته في فيفا وفي هذه القناة يا جماعة. 15 تحديا في هذا الفيديو موجودين في 15 صندوقا، وعلي كل مرة أن أختار صندوق واحد وأنفذ ذلك التحدي رغما عن أنفي. الخلط مثل ما تشاهدون، والآن سأقوم بفتح أحد الصناديق ولنبدأ بالرقم المفضل رقم 4، رقم إسماعيل بن ناصر مع الميلان أكيد. يلا بسم الله، العب بدون ما تمرر لمدة دقيقتين يا جماعة. هذا أول تحدي ويلا بينا بسم الله نبدأ يا جماعة. أوكي، هذه هي تشكيلة الخصم في أول تحدي في القناة يا جماعة. قبل ما نبدأ لا تنسوا علينا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيه، تقدمنا آرائكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. ويلا بينا بسم الله بداية المباراة بدون ما مرر، ولكن لازم لي نسبق الضابط أمريرا بينية قصدي. بسم الله بداية المباراة جول. شبيه يد التحكم، والله عندي مشكلة في يد التحكم. خليني نفوت التحدي وبعدها خسري إذا بتخسري. سدد جول جول جول، ارحم والديك، خطينا من جليتش. والهدف جول جول. يلا التحدي اخلت 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 اخلت. يلا يلا يلا، اثنين العب وما توزع. ياها العب وما توزع. يلا يا نلعب لك هنا اللعب، نلعب لك هنا اللعب. تسلل هاي تذي ميش تسلل. جول 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 يا يا حمار. ياه هذه صدها الحارس. الآن التحدي يا جماعة، يلا 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 يلا. اخلط اخلط رقم 12، مدافع وحارس في الهجوم. نهاية المباراة 8-5 يا جماعة الخير. مباراة كانت حامية الوطيس، تحديات غريبة جدا. اوكي، في هذا التحدي تحدي مدافع وحارس الهجوم لمدة 3 دقائق، نخلو في المباراة الثانية. اوكي يلا، حارس مرمى في الهجوم، ايضا مدافع خلو من وكر. يلا ليتس جو. بالطبع المنافس سيستغرب، رونالدو حارس مرمى، لوريس مهاجم. ستوب ات. وبدأت المباراة أعزائي المشاهدين. يلا رونالدينيو رونالدينيو يوزع. يا الله يا رونالدو، لماذا يا رونالدو؟ شكرا رونالدو، أسطورة رونالدو. لوريس يا أعوج يا أعوج يا لوريس لوريس. ضربة جزاء، يا لوريس يا لوريس، ماذا ضيعت؟
يلا التغيير يا جماعة، مرة 3 دقائق. يلا لوريس، لا تستطيع استبدال الحارس بلاعب غير موجود على أرض الملعب. اوكي تحدي آخر يا جماعة الخير. اخلط 13 العب وانت تعمل رياضة. اوكي العب وانت تعمل رياضة. اخلط يلا 6 العب وانت واقف، العب وانت واقف برجل واحدة. يلا جول يا الله. شوفوا يا جماعة جول يا الله. لا 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 الله يا جماعة، هذا ثاني تحدي متحمس له يا جماعة. يلا يلا باقي دقيقة، يلا دقيقة. يا رونالدو. A few moments later. تحدي آخر رقم 4، العب بعين مغلقة وعين مفتوحة. أوكي هكذا أرى بعين واحد. يا خصمي لو تدري جلدتني وأنا أقوم بالتحدي. الله على الشعر، جلدتني وأنا أقوم بالتحدي. ولا هدف. الرونالدو. كم مرت من دقيقة يا جماعة؟ الله! أكبر خطأ أنك تخلي الحارس بالهجوم. عقم هجومي بالمرة. رونالدو، يا رونالدو. احتفل ونهاية التحدي. اوكي يا جماعة التحدي 10، العب وانت ترقص. يا الله العب وانت ترقص لمدة دقيقتين. نهاية المباراة يا جماعة. اوكي يا جماعة راح اخلط رقم 6. يلا العب بتشكيلة ضعيفة. يا الله. اوكي يا جماعة ساختار اسوأ اللاعبين في التشكيلة ثم اعود اليكم. إذن يا جماعة الخير، هذه هي أضعف تشكيلة بأضعف اللاعبين الموجودين عندي. شوفوا يا جماعة، التاني رقم 45، التقييم 76. تشكيلة مليئة بالأساطير يا جماعة. تعرفون المسلسل الكرتوني البؤساء؟ هذا هو فريق البؤساء. ها يا شيء صفر يا جماعة. التمرير سيء، التسديد سيء، الدفاع سيء، الحارس سيء. صدد الحارس أول محاولة يا جماعة. أوكي يا جماعة راح ننسحب، نختار 2. يلا سدد 5 تسديدات من وسط الملعب. لازم علي نسدد 5 تسديدات من وسط الميدان.
تسديدة الأولى أيييي تسديد يا الله لا 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 تسديد يا بقي تسديدتين يلا يا جماعة تسديدة يا الله بقي تسديدة واحدة وننتقل إلى التحدي الثاني يا الله تسديدة بايتة يلا يلا التحدي الآخر يلا التحدي الخامس نخرج من المباراة يا إذا يا جماعة راح نخرج من المباراة يلا انسحب مثل ما تشاهدون أعزائي المشاهدين باقي 4 تحديات العب وأنت مقلوب العب والكرسي يدور 30 تمرين ضغط وارتدي نظارة طبية اخلط 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 يلا اختار رقم 3 العب وانت مقلوب هكذا يا جماعة يا الله تعدي صعب يا جماعة وين انا الحمد لله الحارس والله لا ادري ان كان الكاميرا تلتقط وجهي ام لا الهدف الاول هذا متعطي هذا تعذيب ركلة الجزاء شكرا يا الله افرح افرح والله ما عرفت اتجاهي يا جماعة انا مخربط ونهاية التحدي خير الامور اوسطوها ارتدي نظارة طبية ايزي نظارة طبية يا جماعة في دوخة يا جماعة التسديد في دوخة لا لا أدري أخلط أخلط راح أخلط أخلط سمون رونالدينيو قال أوكي نهاية التحدي هذا يلا ننتقل للتحدي الآخر يلا ألعب الكرسي يدور 5 دورات قول تخت يا جماعة لدي يلا التحدي الأخير ماذا 30 تمرين ضغط يا الله يا الله ونهاية المباراة يا جماعة
ونهاية هذا التحدي السخيف جدا، أسوأ فكرة ممكن تشوفها في حياتك. إذا إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم، شكرا لمشاهدة الفيديو. أخير شكرا لضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. بالطبع هذا فيديو ترفيهي جدا، نقوم بتحديات غريبة جدا والأولى من نوعها في محتوى فيفا يا جماعة. لهذا لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، وعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، ولماذا اكتبوا لنا تحديات لكي نقوم بها في فيفا 23 إن شاء الله. دمتم برعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.